اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحه الفيسبوك. معكم غيده جبيلي وربيع دعوه من العاصمه بيروت، كما شاهدتم مع مراسلينا في الجنوب. كانت الليله مليئه بالتوتر والترقب لما سيحدث، وتحديدا الرد الاسرائيلي على لبنان. كما بات معلوما ردت اسرائيل بأربعة صواريخ استهدفت خلالها نقاط عدة، ولكنها كانت مقتصرة على الأضرار المادية. وبطبيعة الحال كل هذه المسألة على الأرض والأضرار كنا قد شاهدناها مع الزملاء، ولكن في التحليل إلى جانبي الخبير الاستراتيجي خالد حمادي. أهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت انترناشونال. اليوم استاذ خالد بدنا نحكي أكثر على اللي صار. هيدا الخبر اليوم، إطلاق صواريخ من لبنان من جهات فلسطينية، من تحديدا من الأراضي اللبنانية على إسرائيل، أحدث بلبلة كبيرة ليس فقط في الداخل الإسرائيلي وأيضا في لبنان. ماذا، خلينا نبلش بالتوقيت اليوم لهيدا التحرك الفلسطيني. أولا إطلاق صواريخ من قبل فصيل فلسطيني من الداخل اللبناني باتجاه إسرائيل هو فعلا معطى جديد لم يسبق أن توفر يعني. ثانيا الملفت للنظر أنه هذا الفصيل الفلسطيني الذي ليس موجودا في لبنان كمراكز عسكرية أو كبنية تحتية عسكرية تمكن من إطلاق أكثر من 30 صاروخ على الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هذا ما يطرح السؤال من أين أتت هذه البنية التحتية ومن قدم هذه الخدمات اللوجستية لحركة حماس في الجنوب اللبناني، سيما أن المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ هي منطقة لحزب الله. ندرك أنه في الجنوب اللبناني صحيح أن الجيش يتواجد وهناك قوات اليونيفل، ولكن حزب الله موجود في كل القرى عبر الأهالي وعبر مناصريه. وحزب الله الذي طالما مارس نوع من الضغوط أو من الإعاقات لتنفيذ اليونيفل لمهامها بحجة يعني أن لديه نوع من الحصرية وحرية العمل في الجنوب تحت عنوان المقاومة، كيف يعقل أن تكون دخلت كل هذه البنية التحتية والصاروخية إلى الجنوب اللبناني دون أن يكون حزب الله على علم بها؟ إذن المنطلق أن نقول أنه حزب الله ليس على علم بهذه العملية هو يعني معطى يجافي العقل، وبالتالي هذه عملية مدروسة ومنسقة وتتزامن مع وجود اليوم إسماعيل هنية في لبنان. ربما كذلك تم استخدام وجود إسماعيل هنية في الداخل اللبناني وإلباسه يعني هذا الدور. يعني إسماعيل هنية في بيروت يقابل زعماء محور المقاومة، يدعو إلى تفعيل غرفة العمليات المشتركة، ثم تنطلق الصواريخ من جنوب لبنان. إذن هذا كله يعني مشهد وكأنه تم تركيبه عن قصد وليس يعني بطريق الصدفة. ثانيا في الداخل الإسرائيلي اليوم أعطى هذه العملية، أعطت إسرائيل أولا يعني مسألتين. المسألة الأولى أنه كل المعارضة الإسرائيلية وقفت إلى جانب الحكومة، يعني عندما قال زعيم المعارضة في إسرائيل أنه الآن نقف كلنا إلى جانب الجيش وإلى جانب الحكومة لأنه هناك اعتداء على إسرائيل، إذن تبخرت هذه المعارضة التي كانت تقض مضجع نتنياهو. في المسألة الثانية استفادت إسرائيل طبعا في المسألة الثانية استفادت أنه أعطيناها ذريعة لكي تقصف بالطيران غزة، وبالتالي هناك استفادة، يعني هناك تبادل خدمات لنقل من جهة طهران، من هنا أدخلت معطى جديد هو فصيل فلسطيني يأتمر بأوامر طهران ومستعد في أي لحظة أن يطلق صواريخ على إسرائيل وإن تكن هذه الصواريخ قدمت له من حزب الله، ولكن هناك طرف فلسطيني أصبح يأتمر بأمر طهران وهو موجود أصبح على الساحة، وطبعا سيتم العمل عليه واستثماره. ومن الجهة الإسرائيلية يعني أنقذت الحكومة الإسرائيلية وكذلك أعطيت ذريعة لعملية قصف محدودة على قطاع غزة. مفاعيل القصف هنا وهناك، يعني العملية إطلاق الصواريخ من لبنان، هذه الصواريخ القديمة العهد التي تعود للحرب العالمية الثانية لا قيمة لها وهي لم تحلس أي تأثير عسكري. كذلك القصف الإسرائيلي على لبنان قطع على أطراف القرى وكذلك في غزة.
وإذا يعني يتراءى لي وكأن هذه العملية هي تبادل خدمات. عندما تكون الحكومة مأزومة في إسرائيل يتدخل لبنان أو حزب الله ويعوم هذه الحكومة، وعندما يكون حزب الله في مأزق داخلي تتدخل إسرائيل، وكذلك يستنفر الشعب اللبناني لتعويم حزب الله وللقول أنه لا المقاومة بخطر. إذن يعني هذا نوع من تبادل الخدمات التي ستستمر إلى أن تقوم الدولة في لبنان. اليوم السؤال أيضا اللي العالم عم تسأله اللبنانيين، دائما ما يحدث هيك أمور على الحدود اللبنانية بيشعر فيها المواطن اللبناني بأنه ما بدنا نرجع على حرب تموز، هل اللبناني اليوم جاهز؟ نحن عم نتخبط بمسألة مسائل اقتصادية وغيرها، كمان مثل ما ذكرت الجانب الإسرائيلي ما بده الدخول بهيدي المسألة والحرب. ماذا عن المواقف الأمريكية اللي شفنا مواقف روسية عم تدعي للتهدئة من جهة؟ لذلك نقول أنه هذه العملية مدبرة. يعني عندما نقول أنه إسرائيل ليست جاهزة وطهران ليست جاهزة ولبنان ليس جاهزة، إذن هذا سيناريو متفق عليه يؤمن على قاعدة يعني ون الكل ربح، الكل رابح. طبعا خسر لبنان وخسرت الدولة، وأهالي واللبنانيين طبعا عاشوا لحظات عصيبة، ولكن في النهاية هذه هي اللعبة. اليوم الكل يدعو إلى التهدئة، نعم، ولكن ربما نتلمس في مكان ما أنه ليس هناك قبول إسرائيلي وليس هناك كذلك قبول إيراني بانعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على الاستقرار في المنطقة. لم يكن يوما راضيا الإسرائيلي. هذا صحيح، يعني طهران تريد التهدئة مع الخليج، ولكنها تريد أن تستمر على شاطئ المتوسط وعلى الحدود الشمالية لإسرائيل لكي تستمر ضمن كلاعب ضمن اللعبة الدولية. وإسرائيل كذلك المستفيدة التي تدرك أن الاستقرار اللبناني سيأخذ لبنان خطوات إلى الأمام، وبالتالي هذا ما لا يتناسب مع ما تريده إسرائيل للبنان ولسائر الدول العربية. إذن إسرائيل تلتقي هنا مع طهران في عملية تدمير الاستقرار وفي عملية تلاشي الدول المركزية وإشاعة هذا الجو من الفوضى عن طريق تغذية الميليشيات التي تمعن فسادا يعني في لبنان أو في سوريا أو في العراق. كيف تقرأ الشكوى اليوم المقدمة من يعني بإعاز من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن فيما يتعلق بالاعتداء؟ يعني أولا هذا يجب أن يتم، يجب يعني هناك، هل يحق اليوم للبنان يعني الصواريخ كانت من الأراضي اللبنانية؟ يعني 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 عادة إذا سلمنا جدلا أن لبنان دولة لها قرارها وتم يعني اعتداء من هذه الدولة من قبل فصيل لا ينتمي إلى الدولة نحو دولة أخرى سواء كانت إسرائيل أو غير إسرائيل، فأولا يجب أن يتم يعني عبر القنوات الدبلوماسية عندما تقول دولة كما قال الرئيس ميقاتي أنه نحن يعني نشجب هذا الاعتداء ولسنا معه وليس هناك أي فريق لبناني يريد هذا الاعتداء، وتكلم باسم أسماهم يعني القوى الواقعية أو استعمل تعبير بمعنى أنه حزب الله ليس راضيا عن هذا الموضوع. وبالتالي في الحالات العادية يتم يعني العمل عبر القنوات الدبلوماسية ويتم إجراء تحقيق مشترك ربما والتعاون لمعرفة الفاعل. أما والحال على ما هي عليه فيعني نتمسك بهذه الورقة أننا نذهب إلى المحافل الدولية ونتقدم بشكوى كون السيادة اللبنانية تعرضت من إسرائيل لعملية قصف وأن القصف من لبنان لم تكن الحكومة مسؤولة عنه، بل هناك مجموعة إرهابية ربما تحت هذا العنوان تسللت إلى لبنان وقامت بما قامت به. على كل هناك علامات استفهام على هذا التوقيت لأنه عندنا اتفاق سعودي إيراني، من جهة تانية اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، فإذا هناك علامات استفهام كانت واضحة بهيدا التحرك اللي صار. شكرا لك الأستاذ الخبير في الشؤون الاستراتيجية دائما خالد حمادي على هيدي المداخلة هيدا بالتحليل اليوم. فينا نقول بس سؤال أخير، فينا نقول أنه خلص خلصت اليوم، قطعت على خير؟ طبعا قطعت على خير لأنه الإسرائيلي أعلن ذلك، ويعني كان واضح أنه ليس هناك يعني شكل القصف والأسلحة المستعملة كانت تدل أنه يعني هذا النوع من لزوم ما لا يلزم، يعني بساتين موز ومزرعة يعني هذا لزوم ما لا يلزم يعني، ويعني حتى التغطية الإعلامية لم تستطيع تضخيم مفاعيل ما جرى.
التغطية الإعلامية حتى فشلت في تضخيم هذه المفاعيل يعني، وبالتالي أعتقد أنه هناك التقاء مصالح على هذه الساحة، وبالتالي يعني يجب النظر بواقعية وعدم يعني الاصطفاف بشدة وراء هذا الطرف أو ذاك. هناك مصالح دولية في الجنوب اللبناني وعلى شاطئ المتوسط، كل يعني طرف يضع نفسه على الطاولة ويقدم نفوذه وما يستطيع أن يقوم به. شكرا لك على كل هذه المعلومات، هذه هي الأجواء من العاصمة بيروت. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع الضعوق من بيروت.